عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها قالت ولو شهدتك ما زرتك، يعني مات غائبا، فقالت لو شهدتك ما زرتك. قال العلماء هذا يدل على أنه لو كانت الزيارة مشروعة لما قالت هذا الكلام، لو شهدتك ما زرتك. مرت عليها، مرت عليه في طريقها الحج، يعني مات قرب مكة ونقل إلى مكة دفن هناك، فهذا منها اجتهاد منها. النبي صلى الله عليه وسلم منع الزائرات، يعني في حديث أبي هريرة وسالم بن ثابت وابن عباس ان الرسول لعن زائرات القبور ولعن زوارات القبور، فاخذ العلماء من ذلك منع زيارات القبور وانهن لا يزرنها لانهن فتنه وصبرهن قليل، فمن رحمه الله منعن من ذلك. في وقت خصص؟ نعم، في وقت خصص للزياره؟ لا، ما هي وقت الزيارات، لكن الرجال يزورون الليل والنهار. نعم.